بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد النبي الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فكان الحديث في اللقاء الماضي حول شرح حديث شرح حديث شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة، الذي أخرجه الإمام أبو داود صاحب السنن، وتعرض له الإمام الخطابي الشارح. الشارح الإمام الخطابي في كتابه هذا معالم السنن، وقلنا أن هذا الحديث أيضا أخرجه الشيخان في صحيحيهما، فهو متفق عليه بين الشيخين، وكذلك أخرجه الترمذي، يعني أبو من أصحاب السنن أبو داود أخرجه، والترمذي وابن ماجة، وقبل ذلك الشيخان أخرجاه في صحيحيهما، فهو حديث متفق عليه. وسبق الكلام أيضا على المقصود بهذا، بما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان. المقصود بقوله قيل في أقوال متعددة كما علمتم، يعني قيل أنه المقصود أنهما لا ينقصان في الأجر وإن نقصا في الحكم، أو قوق الآخر، وأنهما لا يجتمعان في سنة واحدة ناقصين، بل إذا كان أحدهما ناقصا كان الآخر كاملا. وسبق أيضا الإشارة إلى قول إسحاق ابن راهويه رحمه الله، الذي قال بأنكم تقولون أو إنكم ترون العدد 30، يعني دائما ترون أن العدد عدد الشهر 30، فإذا كان 29 ترونه نقصانا، وليس ذلك بنقصان، يعني نفى أن ما في شيء اسمه ناقص. الشهر هو هكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، أشار بيدي كما مر معنا في الحديث السابق في هذا الكتاب أيضا. وأيضا هو صلى الله عليه وسلم نصا على أن الشهر يكون 29، وذلك أنه لما صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه فآلم منهما شهرا منهن شهرا، ثم لما مضت 29 ليلة خرج من معتزله، أو المكان العلية التي اعتكف فيها صلوات الله أو اعتزل فيها صلوات الله وسلامه عليه. فقيل له إنك قلت أو آليت شهرا، فقال إن قال صلى الله عليه وسلم إن الشهر يكون 29، يعني هذا عدده ليس نقصانا. ولذلك قال إسحاق الإمام إسحاق ابن راهويه أنكر هذا، أنكر كلمة النقص، قال ما لا 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 مشكلتكم، كان يقول أن المشكلة عندكم أنكم ترون العدد عدد الشهر 30، فإذا كان 29 قلتم أو ترونه نقصانا، وليس ذلك بنقصان. المهم أن هذه الأقوال كما قال الحافظ رحمه الله في فتح الباري نقلا عن ابن المنير رحمه الله، قال هذه الأقوال كلها في شرح الحديث لا يخلو منها، لا تسلم من الاعتراض، يعني ما من قول منها إلا يعترض عليه بما ينقضه والأقرب إلى الصواب فيها في بيان معنى الحديث أن المقصود أو أن المراد أن النقص الحسي باعتبار العدد، يعني 29 باعتبار العدد كأنها ناقصة عن 30، أليس كذلك؟ 29 باعتبار الحس وباعتبار الناحية العددية كأن فيها نقصا، أن هذا النقص الحسي باعتبار العدد منجبر بإيش؟ منجبر بأن كلا من الشهرين اللذان هما شهر رمضان وشهر ذي الحجة، أن كلا من الشهرين منجبر بأنهما شهر عيد عظيم، بأنهما شهر عيد عظيم، واحد شهر عيد الفطر
وهو قريب لقربه من رمضان، يسمونه الناس عيد رمضان. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم شهر عيد، فنسب عيد شوال اللي هو في شوال ليس في رمضان، لكنه نسبه إلى رمضان لقربه منه، وعلى ما هو صحيح على ما هو الصحيح. وقيل أنه قال عيد رمضان لأن هلال شوال يرى متى؟ في آخر الليلة من رمضان. يعني المهم أن المآل فيهما في القولين واحد، أن المآل فيهما واحد وهو القرب، القرب سواء قلت أنه لأنه يرى هلال العيد في آخر ليلة من رمضان فصار عيد رمضان، أو لأنه لقربه من رمضان، هو كل المآل واحد، القرب المآل واحد لقربه، فسمي نسب إلى رمضان عيد. قال شهر عيد، يعني رمضان شهر عيد الذي مقصود به عيد الفطر الذي في أول يوم من شوال. وعيد رب الحج ذو الحجة معروف أن العيد في ضمن الشهر، ما في إشكال، اللي هم العاشر يوم النحر هو العيد في ضمن شهر، في يعني مندرج من ضمن أيام ذي الحجة، فلا إشكال فيه. فأقرب الأقوال على ما نقله الحافظ رحمه الله في فتح الباري عن ابن منير أن أقربها أن العدد الحسي، أن النقص باعتبار النقص الحسي باعتبار العدد منجبر بأن كلا منهما هذين الشهرين، بأن هذين الشهرين كل بأن كلا منهما هو شهر عيد عظيم، فلا يصح وصفه بالنقصان، فلا يصح وصفهما بالنقصان بخلاف غيرهما من الشهور، بخلاف غيرهما من الشهور. وهذا يرجع كما قال الحافظ، يرجع إلى قول إسحاق بن راهويه، يعني قريب أو مؤيد لحاصل ما ذكره إسحاق بن راهويه بأنكم ترون العدد 30، فإذا نقص عن ذلك قل عن ذلك أو فإذا كان 29، هو ما قال نقص، ما هو نفى موضوع النقص نهائيا، إنما قال العدد أنتم ترون العدد 30، ترون الشهر عدده دائما 30، فإذا جاء 29 وصفتموه بالنقصان أو قلتم ناقص، وليس ذلك بنقصان. وهذا الذي رجحه ابن المنير رحمه الله، هو وقال بأنه أقرب الأقوال في تفسير معنى الحديث، هو راجع أيضا إلى ما قاله إسحاق ابن راهويه. وبقي القول بقي من يعني بقيت بقايا من فوائد أو مما في هذا الحديث من الفقه، أن هذا الحديث حجة لمن قال إن الثواب ليس مرتبطا دائما بالمشقة، الثواب ليس مرتبطا دائما بالمشقة كما يفهمه كثير من الناس، لأن ورد في حديث صحيح في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلوات الله وسلامه عليه قال لعائشة أجرك على قدر مشقتك، يعني كلما كانت مشقة أكبر كان الأجر كذلك أكبر. لكن هذا ليس مطردا، ليس دائما، لأن أن الثواب مرتبط بالمشقة، فإذا زادت المشقة أو كثرت زاد الأجر على ذلك، هذا ليس دائما، ليس مرتبا على وجود المشقة دائما، ليس في كل الأحوال. نعم، وكذلك بنص الحديث أن الأجر يزيد مع المشقة، لكن ما هو دائما في كل الأحوال. وهذا الحديث دليل أو حجة لمن قال إيش؟ لأن قال بأنه ليس الثواب، ليس الثواب مرتبطا دائما على وجود المشقة، بل إن الله تعالى له المتفضل الكريم سبحانه له إيش؟ أن يتفضل بإلحاق الناقص بالكامل. رجع مرة ثانية قال ذكر الناقص، لكن هذا حسب الشائع، زي الخطأ الشائع والصواب المغمور، أو الخطأ المشهور والصواب المغمور. يعني النقص العرفي أو النقص الشائع بحسب اصطلاح الناس. فلله تعالى الكريم المتفضل له أن يلحق الناقص أو القليل العدد، بلاش نقول ناقص، نقول القليل العدد بما هو أكثر منه عددا أو بالتام، يلحقه في ذلك في ماذا؟ في الثواب. ذلك فضل الله
هذا فضل الله لا يحجزه أحد. هذا من فوائد الحديث. واستدل به أيضا، بل استدل به بعض أهل العلم لمالك رحمه الله، قال أن هذا فيه أن فيه دليلا لمالك، للإمام مالك رحمه الله. الحديث المقصود به شهر عيد ينقصان. قال بعض أهل العلم، قال بعض أهل العلم أن هذا فيه دليل لمالك رحمه الله، للإمام مالك رحمه الله، في اكتفائه بالنية أو في اكتفائه لرمضان بنية واحدة. الإمام مالك رحمه الله يقول من بين جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم خالفوه في ذلك، الإمام مالك يرى بأنه يكفي في النية، في النية، نية الصيام نية واحدة لرمضان كله. الإمام مالك يرى بأن صيام رمضان تكفيه نية واحدة للشهر كله. وهذا الحديث قالوا دليل له، دليل له من أي ناحية؟ قال لأنه جعل الشهر بجملته عبادة واحدة، الشهر بجملته جعله شهر، فقال شهر عيد، شهر عيد لا ينقصان، لا ينقصان الثواب، فجعل الثواب واحدا على إيش؟ على الشهر كله، على الشهر كله. فهذا قال دليل على الشهر بجملته، بجملة، ما يعني لم يجزئ الشهر ولم يقل، بل قال شهر عيد لا ينقصان، لا ينقصان في الثواب، وإن نقص أحدهما في العدد كما سبق في الأقوال التي بين فيها الشارحون أو أهل العلم هذا معنى هذا الحديث. فقال بأنه لما كان جعل الشهر بجملته عبادة واحدة، لما دل هذا الحديث على أن الشهر بجملته عبادة واحدة، فاكتفى أو فكصح الاكتفاء فيه بنية واحدة. هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله. أما جمهور أهل العلم من الشافعية، من الحنفية والشافعية، نحن لما نذكر المذاهب فنبتدئ بأبي حنيفة رحمه الله، ثم نثني بمالك، ثم بثلث بالشافعي، ثم ربع بأحمد. هذا ليس لأي سبب، يعني ليس تقديما لأحد على أحد من الأئمة لمجرد التقديم، لا، هذا ذكر لهم حسب الترتيب الزمني للمذاهب للأئمة. أقدم المذاهب، أول المذاهب أو أول الأئمة زمن من؟ أبو حنيفة، ما في شك في هذا، ثم تلاه مالك، ثم تلاه الشافعي، ثم تلا الشافعي الإمام أحمد. في الناحية الزمنية التاريخية ليس له علاقة بفضل ولا علاقة بأي شيء آخر. فلما تسمع أبو حنيفة أولا ثم مالك ثم الشافعي ثم أحمد، هذا ليس تقديما لأحدهم على الآخر لأي سبب، يعني لما قد يسبق إلى الذهن من أنه أفضل أو أي سبب آخر، لا، إلا الناحية الزمنية. أقدم المذاهب أولها زمنا معروف أنه من مذهب أبي حنيفة، الإمام حنيفة أول الأئمة زمنا، ثم تلاه الإمام مالك إمام دار الهجرة، ثم إمام دار الهجرة، ثم تلاه الشافعي الإمام الشافعي رحمه الله، ثم تلا الشافعية الإمام أحمد ابن حنبل رحمهم الله أجمعين. هذا تنبيه حتى تكونوا على ذكر منه. فجمهور أهل العلم على خلاف مالك رحمه الله بأنه لا بد لكل ليلة من رمضان من نية، لا بد من تجديد النية، لا بد لكل ليلة، لكن النية كيف تحصل النية؟ هذا هو المهم، أو هذا الجوهر الموضوع. النية تحصل كيف تحصل؟ تحصل لأنه كل واحد يقول أنا نويت أن أصوم غدا رمضان، أنا أصوم لله تعالى بشهر رمضان أو يوم من رمضان أو غدا من رمضان، لا، ما هو شرط. النية إذا وقع في قلبك أن غدا من رمضان فقد نويت، إذا وقع في قلبك أن غدا من رمضان وأنك صائم، هذا في قلبك فقد نويت، إذا وقع في قلبك أن غدا من رمضان وأني صائم فهذا حصلت النية، ولا حاجة بل لا أصل للتلفظ بها. وهذا كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره. فإذا وقع بقلبك أن غدا من رمضان وأني صائم أو أنك صائم، خلص حصلت النية، هذه هي النية، وقعت النية وصحت منك بدون حاجة إلى أكثر من ذلك، بل لا أكثر من ذلك لا أصل له. والحديث أيضا حديث شهر عيد لا ينقصان، هذا
يقتضي أيضا أن التسوية في الثواب، لأنه قال صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان، يعني سوى فيه سوى بينهما في إيش، في ماذا، في الثواب. التسوية، هذه التسوية في الثواب بين الشهر الذي يكون 29 يوما والذي يكون 30 يوما، هذا إنما هو متعلق بالشهر من حيث الجملة، من حيث الجملة لا من حيث تفصيل الأيام. يعني الثواب الذي ذكره صلى الله عليه وسلم أو ربطه بالشهرين، فقال شهر عيد لا ينقصان في الأجر ولا ينقصان في الفضل، هذا الثواب الذي هو مرتبط بالشهر سواء كان 29، إذا كان 29 أو 30، ليس مرتبطا بالأيام، بأيام كل شهر على التفصيل، وإنما مرتبط بالجملة، جملة هذا الشهر، الثواب على هذا الشهر على جملته، على جملة هذا الشهر، على 29 كلها، على 30 كلها، وليس على تفصيل الأيام. بعد ذلك قال أطلق على شهر عيد، ووصف رمضان بأنه شهر عيد، قلنا قبل قليل بأنه إما لقربه من رمضان، 29 رمضان ثاني يوم صار عيد، أو 30 رمضان ثم جاء بعده أول من شوال قريب جدا من تالي له، أو لأن هذا وجه. الوجه الآخر أنه لأن هلال العيد هلال الفطر يرى متى، في آخر ليلة من رمضان، برضو القرب كذلك، القرب أيضا جامع بين المعنيين. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وتوفيقا يا رب العالمين. اللهم بارك في علم شيخنا وعمله وعمره، وزده سدادا وإحسانا وتوفيقا، اللهم آمين. قال الإمام الحافظ أبو سليمان الخطابي رحمه الله في كتابه معالم السنن: ومن باب إذا أخطأ القوم الهلال. قال أبو داود: حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا حماد في حديث أيوب عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيوب، لأن أيوب ممنوع من الصرف. نعم، ممنوع من الصرف أيوب. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: وفطركم، قال: فطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون. معنى الحديث أن الخطأ موضوع عن الناس فيما كان سبيله لاجتهاد، فلو أن قوما اجتهدوا فلم يروا الهلال إلا بعد 30، فلم يفطروا حتى استوفوا العدد، ثم ثبت عندهم أن الشهر كان 29، فإن صومهم وفطرهم ماض، فلا شيء عليهم من وزر أو عتب. وكذلك هذا في الحج، إذا أخطأوا يوم عرفة فإنه ليس عليهم إعادته، ويجزيهم أضحاهم كذلك، وإنما هذا تخفيف من الله سبحانه ورفق بعباده. ولو كلفوا إذا أخطأوا العدد أن يعيدوا لن يأمنوا أن يخطئوا ثانيا، ولا يسلموا من الخطأ ثالثا ورابعا، فإنما كان سبيله الاجتهاد كان الخطأ غير مأمون فيه. وهذا الحديث أيضا أولا إسناد بإسناد صحيح، هذا الذي سمعتموه عن يعني من قولي أو من لفظ أبي داود رحمه الله، الإسناد الذي سمعته هو إسناد صحيح، وكذلك خرجه الترمذي، الإمام الترمذي أبو عيسى محمد ابن عيسى الترمذي في جامعه، في جامع أخرجه أيضا كذلك، وأيضا ابن ماجه، الإمام ابن ماجه محمد بن يزيد ابن ماجه سادس الأئمة الستة أصحاب الكتب. وكما سمعتم قال في شرح معناه أنه بيان، أو أنه صلى الله عليه وسلم بيّن أن الخطأ موضوع عن الناس، الخطأ لو أخطأوا في رؤية الشهر، لأنه قال باب إذا أخطأ القوم الهلال، إذا أخطأ القوم الهلال بعد الاجتهاد، اجتهدوا في التحري لكنهم أخطأوا، فقالوا أو رأوا اعتبروا أن هذه الليلة ليلة
الأول من رمضان، ليلة اليوم الأول من رمضان، ثم بعد ذلك تبين أن هذا التحري أو هذه الرؤية خطأ، وأن الليلة التي قبلها أو الليلة التي بعدها هي الليلة الأولى، أو في هلال شوال كذلك أخطأوا فاعتقدوا أن هذه الليلة ليلة الاثنين مثلا هي ليلة عيد الفطر، تبين لا، أن ليلة العيد الفطر التي بعدها ليلة الثلاثاء الصحيح، بعد التحري، بعد زيادة التحري، بعد ثبوت يعني شواهد أو شهود آخرين وكذا، عدول أيضا أثبتوا أو ب يعني مساندة أو مساعدة الأجهزة الحديثة، المهم تبين الخطأ. فهذا إيش قال؟ بأنه موضوع على الناس، فمثلما كان سبيل اجتهاد موضوع، يعني لا إثم عليهم، لا حرج عليهم في هذا الخطأ ولا إثم عليهم فيه، لأنه صلى الله عليه وسلم قال، بيّن، قال: فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون. الفطر هو يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. ولو حصل خطأ فضحوا، بدل الأضحية متى تكون؟ يوم العاشر، يوم النحر، لكن أخطأوا فصار يوم الحادي عشر، هو يوم النحر، فضحوا يوم الحادي عشر، ضحوا يوم الحادي عشر فأخطأوا، فلا حرج عليهم، وحجهم صحيح وأضحيتهم صحيحة. قال ثم ثبت عندهم أن الشهر 29 فإن في صومهم وفطرهم ماض، فلا شيء عليهم من وزر أو عتب، ما في عليهم وزر ولا ذنب في ذلك، لأن الفطر يوم يفطرون والأضحى يوم يضحون. وكذلك هذا في الحج، هذا بالنسبة لرمضان. في الحج قلنا أنه أيضا إذا أخطأوا يوم عرفة فإنه ليس عليهم إعادته، إذا أخطأوا يوم عرفة فوقفوا، يعني قالوا أن يوم 9 يوم التاسع كان يوم الثلاثاء، تبين أنه يوم الأربعاء أو قبله، فأخطأوا في اليوم فوقفوا، تبين بعد ذلك بعد وقوفهم، هذا لا شيء عليهم فيه أيضا، والخطأ عنهم مرفوع، ويجزيهم وقوفهم وأضحاهم أضحاهم كذلك. وإنما العلة في ذلك ما هي؟ قال: هذا تخفيف من الله سبحانه، هذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى، ورفق بعباده، لأنهم لو كلفوا أنهم إذا أخطأوا العدد، شوف هذا هنا في خطأ في المطبخ، لو أخطأوا العدد لم يعيدوا، لم يأمنوا أن يخطئوا، ليس أن يأمنوا، لم يأمنوا أن يخطئوا ثانيا، لو كان الحكم أنهم إذا أخطأوا فيكلفوا بأنهم يعيدوا ثانيا، يعيدوا يلزموا بالإعادة، لا يسلموا في الإعادة هذه، إذا أعادوا يمكن يخطئ خطأ ثالث، وإذا أعادوا خطأ رابع، وهكذا تتسلسل الأخطاء، فيكون هنا الحرج. فرفعا للحرج وتخفيفا من الله سبحانه وتعالى ورحمة منه، لم يجعل عليهم إعادة ولم يأمرهم، فجعل صومهم لو أخطأوا في رؤية الهلال صحيحا، وكذلك أضحاهم لو أخطأوا في يوم وقوف عرفة ثم تبين الخطأ بعد ذلك فوقوفهم صحيح، ويوم الأضحى يوم أضحاهم العاشر الذي يوم العاشر كذلك صحيح، ولم يكلفوا الإعادة، لا يلزمون ولا يطلبون الإعادة، بل صومهم صحيح بالنسبة لرمضان، وفطرهم كذلك في صحيح في الفطر، وأيضا في الحج كذلك وقوفهم صحيح، حتى لو أخطأ وتبين بعد ذلك خطأ فإنه هذا مرفوع وموضوع، وضع يعني وضع عنهم الحرج، رفع عنهم الحرج أو وضع عنهم الحرج، ولا يكلف الإعادة، لأنهم هذا تخفيف من الله تعالى، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، وفضل الله لا منتهى له ولا حد يحده. وأنهم أيضا لأنهم لو كلفوا الإعادة، لو طلب منهم يعيدوا، لا يؤمن، محتمل أن يحصل خطأ أيضا مرة ثانية في الإعادة، محتمل أن يحصل أيضا خطأ في الإعادة ثالثا ورابعا كمان، يتكرر الخطأ، وبعدين النهاية ما هي النهاية؟ يعني هذا فيه حرج شديد، وهذه هي المشقة التي رفع الله، ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. قال رحمه الله: ومن باب تقدم الشهر، باب تقدم هذا ذكر فيه الحديث، لكن ثم عدا بعد ذلك بعد بابين
إلى القول باب في من يصل شعبان برمضان، هو نفس الموضوع. هذا الباب باب تقدم رمضان، ثم بعد ذلك جاء ذكر بعد بابين باب متعلق به يعني شديد التعلق به، وهو باب في من يصل أو باب في من يصل شعبان برمضان. المهم أن هذا هكذا الترتيب ورد، فهو مضى على هذا الترتيب وشرحه، وإلا هذا الباب متعلق تعلقا كبيرا بالباب الآخر الذي بعده أو بعد بابين، وهو باب في من يصل شعبان برمضان. قال رحمه الله: ومن باب تقدم الشهر، قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن مطرف عن عمران بن حسين وسعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال لرجل: هل صمت من سرر شعبان شيئا؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت فصم يوما. هذا خرجه البخاري رحمه الله كذلك ومسلم في صحيحهما. هذا الحديث حديث عمران بن حسين الذي سمعناه أيضا أخرجه الشيخان في صحيحهما كذلك، والنسائي في سننه الكبرى، النسائي كذلك، الإمام النسائي أحمد بن شعيب، أحمد بن شعيب أن أبو عبد الرحمن أخرجه في سننه الكبرى كذلك. وسرر الشهر سرر وسرار ما وسر، كلها المقصود به آخر الشهر، آخر الشهر. سبب تسمية آخر الشهر بالسرر أو السرار أو السر أن الهلال يختفي، يستسر فيه يختفي، فسرار الشهر آخره، سرار الشهر آخره. ونعم. قال أبو داود: حدثنا الحسن ابن علي قال حدثنا حسين عن زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم. قلت: هذان الحديثان متعارضان في الظاهر، ووجه الجمع بينهما أن يكون الأول إنما هو شيء كان الرجل. ما المقصود بالحديثين؟ الحديث الأول الذي سمعناه، الحديثان المتعارضان اللذان يتحدث عنهما أو يجمع بينهما الإمام الخطابي الآن، يقصد بأحد الحديثين الحديث السابق الذي سمعناه قبل قليل، وهو حديث عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل صمت من سر شعبان شيئا؟ قال: لا. قال: إذا أفطرت فصم يومين. إذا أفطرت يعني أفطرت من رمضان، يعني إذا أفطرت، إذا انتهى رمضان يعني فصم يومين، هذا المعنى. إذا أفطرت يعني إذا انسلخ رمضان فأفطرت، أصبحت مفطرا، فصم يومين. هذا فيه أمر بإيش؟ بالصيام في سر الشهر في آخره. لا، لأن هو سأله: هل صمت من سر شهر رمضان؟ هل صمت من سر شعبان؟ هل صمت من سر شعبان شيئا؟ يعني كأنه أنه معنى هذا السؤال أنه جائز سرر الشهر، أنه له أن يصوم من سرر الشهر آخر الشهر، آخر الشهر يعني اليومين الأخيرة، يومين الأخيرة، اليوم الأخير أو الذي قبله، يعني يوم 30 ويوم 29. فهل صمت من سره من آخره شيئا؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت يعني من رمضان فصم يومين، هذا معنى أنه جائز، أليس كذلك؟ معنى جائز أن الصيام في آخر شهر رمضان، في آخر شعبان اللي هو سرره، الذي هو سرر شعبان أو سراره، هذا جائز. لكن الحديث الثاني الذي قرأناه الآن، نعم، وهو حديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم. هذا معكس الحديث الأول أو عكس حديث عمران ابن حسين. هذا فيه نهي عن أن يستقبل الإنسان صوم رمضان بأن يصوم يوما أو يومين. لا تتقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين، اللي هي يوم 29 ويوم 30، لا تصوموها، هذا نهي عن صيامها. لكن هناك يقول: هل صمت من سرر الشهر شيئا؟ هذا يعني آخر الشهر، يعني يوم 29 ويوم 30. فيقول في الجمع بين التعارض أول هذا بوب على أيضا كذلك الحديث هذا الذي هو حديث ابن عباس وعن أبي هريرة كذلك أيضا،
ورد عن ابن حباس وعن أبي هريرة رضي الله عنهما. وقلنا في السابق أن الحديث لما يأتي حديث الحديث من رواية صحابي آخر غير حديث الباب يسمى شاهدا له، يسمى شاهدا له، يعني حديث أبي هريرة شاهد لحديث ابن عباس. فهذا الحديث أخرجه كذلك الإمام البخاري رحمه الله ومسلم. هذا الحديث أيضا كسابقه أخرجه الشيخان في صحيحيهما. وأبو داود طبعا هذا الذي عندنا الكتاب الذي نشتغل بشرحه، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، يعني أصحاب الكتب الستة اجتمعوا على إخراجه هذا الحديث، وهو حديث لا تقدموا صوم رمضان بيوم يومين. لفظ البخاري إيش؟ لا تقدموا، لا يتقدمن أحد منكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل، هذا لفظ البخاري رحمه الله، لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل ها يصوم، إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما أو صومه فليصم. هذا لفظ الإمام البخاري. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون رجل، يعني إلا أن يوجد رجل، فهنا كان تامة، يقول ليست ناقصة، إلا أن يكون رجل يعني إلا أن يوجد، هذه تامة وليست ناقصة، تامة يعني بمعنى يوجد، إلا أن يوجد رجل يكون يصوم صوما أو يصوم صومه فليصم. هذا لفظ الإمام البخاري في صحيحه. وقد بوب عليه رحمه الله البخاري رحمه الله، وبوب على هذا الحديث الذي عندنا، بوب عليه بقوله باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، لا باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. لكن هنا الترجمة باب، ترجمة أبي داود إيش؟ باب في من يصل شعبان برمضان، باب في من يصل، يعني هل يجوز أن يصل. معنى الترجمة أو المقصود بهذه الترجمة قول الإمام أبي داود رحمه الله باب في من يصل شعبان برمضان، هل يجوز ذلك؟ هل يجوز أن يصل أحد صيام أو شعبان يصله بصيام برمضان، بصيام رمضان بأن يصوم يوما أو يومين؟ فجاء بالحديث جوابا على هذا السؤال أو بيانا لهذا الحكم، يجوز ولا ما يجوز؟ الحديث يدل على عدم الجواز، لا يتقدم، نهي، النهي للجواز ولا لعدم الجواز؟ النهي لعدم الجواز، للتحريم، النهي الأصل فيه أنه للتحريم. لا تقدموا صوم رمضان، أي لا تستقبلوا الشهر استقبالا، لا تستقبلوا الشهر استقبالا فتصوموا اليومين الأخيرين وهما 29 أو 30. فمعنى الحديث لا يتقدم أحد رمضان أو لا تستقبلوا رمضان صيام رمضان قبل أوانه، معناه لا تستقبلوا رمضان أو لا تستقبلوا شهر رمضان بصيام أو بصيام هذا الشهر قبل أوانه، قبل أن يحل، بقصد الاحتياط، لا تفعلوا ذلك بقصد الاحتراط، باحتياط، بقصد الاحتياط، لا تفعلوا ذلك بقصد الاحتياط، لأن من يفعل ذلك إنما يقصد الاحتياط. قال لا تفعلوا ذلك بقصد الاحتياط، إنكم تحتاطوا لرمضان يعني فتصوموا قبله يوما أو يومين، لا تفعلوا ذلك بقصد الاحتياط، هذا نهي. فإن صومه، العلة إيش؟ العلة قال فإن صومه مرتبط بالرؤية، صوم إيه؟ صوم رمضان مرتبط بالرؤية ولا لا؟ مرتبط بالرؤية. فإن صومه مرتبط بالرؤية فلا حاجة إلى التكلف. لماذا تتكلف أنت تصوم؟ لماذا تحتاط في أمر بيّنه الشارع ووضحه وربطه، جعله مرتبطا بالرؤية، ليس مرتبطا بالاحتياط، ولا مرتبطا بشيء غامض، ولا حتى تحتاط، ولا مرتبطا بشيء غير واضح، ربطه إما بالرؤية وإما بإكمال شعبان. يجب صومه بماذا؟ بأمرين، إما بالرؤية نراه
لأنه قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. وفي رواية أيضا في الصحيح فأكملوا عدة شعبان 30. واضح الأمر واضح. فأمر متعلق بالرؤية أو بإكمال العدد، ما الحاجة إلى أن تصوم احتياطا أو تفعل هذا الأمر الاحتياط؟ ما في حاجة إلى هذا، ما هذا تكلف، هذا تكلف فلا حاجة إليه، لا حاجة إلى التكلف هذا. والحكمة في النهي ما هي؟ ما الحكمة في النهي؟ لا يتقدمن أحدكم، كما هي رواية البخاري، أو لا إيش هنا رواية إيش، لا تقدموا صوم رمضان، أو لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين. الحكمة في النهي قيل أيضا أنها بسبب بأن القصد التقوي لفطر لصيام رمضان، التقوي لصوم رمضان ليدخل فيه بقوة ونشاط، ليدخل فيه بقوة ونشاط. لكن هذا فيه نظر كما قال الحافظ رحمه الله في فتح الباري، هذا فيه نظر. ليه؟ لأن مقتضى الحديث أنه لو تقدمه بأكثر من يومين يجوز ولا ما يجوز؟ هو قال صلى الله عليه وسلم بيوم أو يومين. طيب واحد تقدم بثلاثة أو أربعة يجوز ولا ما يجوز؟ مفهوم الحديث أنه يجوز، النهي إنما هو على يوم أو يومين بس، الذي نص فيه أو نهى صلى الله عليه وسلم فيه عن التقدم فقط يوم أو يومين. لكن لو زاد على ذلك فتقدم رمضان بصوم ثلاثة أو أربعة يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. مفهوم الحديث بمفهوم الحديث أن ذلك جائز. فهذا أيضا الكلام في نظر الحكمة، هذه الحكمة أو القول بأن الحكمة فيه أن الحكمة في النهي هذا، يعني حتى التقوي لأجل رمضان، ليست مقبولة أو فيها نظر، لأنه المقصود يوم يومين. أما لو ثلاثة وأربعة يجوز فما التقوي ما يدخل هنا، القوة النشاط هي نفس الموضوع واحد. لكن أيضا قيل فيه أن المقصود بنهي صلى الله عليه وسلم لا يتقدم أن أحدكم رمضان بصوم يومين يومين خشية اختلاط النفل بالفرض، خشية اختلاط النفل بالفرض، وهذا أيضا فيه نظر كما قال حافظ، أيضا يعني غير مقبول، غير سائق وغير مقبول. لماذا؟ قال لأنه يجوز لمن له عادة، هذا نص الحديث، إلا نص الحديث، هو هذا الحديث نفسه نص فيه صلى الله عليه وسلم أو بين أنه يجوز له لمن صام، لمن كان له عادة. يعني واحد عادته أن يصوم الاثنين والخميس، فجاء يوم 29 أو يوم 30 موافق ليوم الاثنين، يصوم ولا ما يصوم؟ يصوم، بنص الحديث أنه يجوز له ذلك، إلا أن يكون رجل يصوم صوما يعني له عادة، الذي له عادة هذا يجوز له ذلك، هذا مستثنى من النهي وليس من الاستقبال في شيء. هذا ليس من يصوم اليوم 29 أو 30 لأن له عادة، ما هو ما يصوم لأنه 29 ولا لأنه 30، لا، يصوم لأنه اعتاد أن يصوم الاثنين والخميس، فجاء الاثنين أو الخميس، جاء يوم أو وافق يوم 29 أو يوم 30، يصوم ولا ما يصوم؟ يصوم وليس من الاستقبال، هذا ما يدخل، ليس من استقبال رمضان بيوم أو يومين. المنهي عنه هو أن يستقبل رمضان اللي ما له عادة، ليس له عادة فيجي يصوم، يأتي يصوم 29 أو 30 بدون أن تكون له عادة، ولا عنده، ولا أيضا لا يقضي، ما يقضي ولا في نذر. يجوز أيضا لمن عليه قضاء أو عليه نذر يصح له كذلك أن يصوم 29 أو 30 إذا كان يصومه قضاء، عليه قضاء فيريد أن يدرك قبل رمضان يجوز له كذلك، نذر إذا كان نذرا أن يصوم مثلا 29 أو 30 أيضا يجوز له ذلك، لأن هذا واجب، النذر الوفاء به واجب. النذر هو في الأصل حكمه مكروه، لكن إذا نذره وجب عليه أن يفي به، لأنه نهى صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، لكن إذا نذر يجب الوفاء به. فلو نذر أن يصوم 29 أو 3 صح له أن يصوم، إذا كان عليه قضاء كذلك صح له. الذي له عادة أن يصوم الاثنين والخميس فوافق الخميس يوم 29 أو وافق يوم 30 أو وافق الاثنين يوم 29 أو يوم 30 أيضا يصح له أن يصوم، وليس من الاستقبال من رمضان بيوم أو يومين، ليس منه من الاستقبال في شيء لأن هذا له عادة. طيب الحكمة إذن ما هي؟ الحكمة من النهي قالوا لأن الحكم، يعني حكم المقصود بالحكم هي حكم صيام رمضان،
حكم صيام رمضان إنما علق بماذا؟ علق بالرؤية، لأنه قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، إذا رأيتموه فصوم، الرواية الأخرى إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فأفطروا. فالحكم حكم الصيام علق بالرؤية، علق بالرؤية. فمن تقدمه، الذي يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين كأنه بفعله هذا، كأنه بفعله هذا حاول الطعن، حاول الطعن في هذا الحكم. ما هو عاجبه إنه يعني كيف، ليش أنتظر أنا؟ يقول والله ما أدري هذه الرؤية، هذه يمكن صحيحة يمكن ما هي صحيحة يمكن كذا. فكأنه لما يصوم أو يستقبل رمضان بيوم أو يومين طعن في هذا الحكم أو في هذه العلة التي ربط الشارع الحكم بها وهي الرؤية، كأنه ما هو مقتنع أن الحكم مرتبط بالرؤية، فيصوم يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. فكأنه لما كان عمله هذا كأنه حاول الطعن في هذه في هذا الحكم أو في هذا الحكم في ذلك الحكم. جاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم له، ما يصح لك أن تطعن في حكم شرعي شرعه الله عز وجل أو شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الصيام متعلق بالرؤية، ليس متعلق بالتقدم، ليس متعلق باليومين الأخيرين من رمضان، لا، متعلق بالرؤية. فإذا حصلت الرؤية، صحت الرؤية، وجب الصيام. أما قبل ذلك لا، ما تصوم إلا في هذه الحالات، لك أن تصوم في هذه الحالات المستثنى. الحالات المستثنى ما هي؟ قلنا قبل قليل، وهو أنه من له عادة، من له عادة له أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، وليس من الاستقبال، هذا ما يدخل في الاستقبال. كذلك إذا كان قضاء أو نذرا أيضا يصح له أن يصوم 29 أو 30، فيكون في, في, في الظاهر متقدما لرمضان بصوم أو يومين، لكن في الواقع وفي الحقيقة ليس كذلك، لأن هذا الشارع أجاز له، الشارع صلوات الله وسلامه عليه المبين عن ربه عز وجل أجاز له أن لهذا الذي له عادة أو الذي يصوم قضاء عليه قضاء أو يصوم نذرا أجاز له ذلك، فهذا مستثنى، مستثنى من الحكم. أما العام الذي ليس له عادة ولا قضاء ولا نذر لا يجوز له أن يصوم قبل رمضان أو يستقبل رمضان أو يتقدم رمضان بيوم أو يومين، لأنه بفعل هذا كأنه إيش؟ يحاول الطعن، كأنه حاول الطعن في هذا الحكم، وهو أن الصيام متعلق، أن الشارع ربط الصيام بالرؤية وليس بالاستقبال، فلا يصح الاستقبال لأن هذا تكلف. مدام أن الرؤية، أن الصيام مرتبط بالرؤية، فما معنى أن تتقدم؟ لماذا يعني؟ لماذا هذا الشك؟ ها؟ لماذا هذا الوسواس؟ لماذا هذا السلوك الغير سوي الذي ليس سويا؟ من يعمله هذا السلوك غير سوي، لأنه ظاهره أو يكون يفهم منه أنه كأنه يحاول الطعن في هذا الحكم، وهذا ليس له، لا يجوز له ذلك، فنهي عنه. نعم. قال رحمه الله: قلت هذان الحديثان متعارضان في الظاهر. يعني حديث إيش؟ قلنا حديث لا يتقدم أن أحدكم بصوم رمضان، وحديث عمران بن حسين المتقدم قبله، وهو أنه قال: هل صمت؟ قال عمران بن حسين، قال لرجل: هل صمت من سرر شعبان؟ يعني من آخره سرر شعبان، قلنا هي هذه اليومين الأخيرة. سرر الشهر، سرر الشهر أو سرر الشهر أو سراره أو سره، هذا آخره، وهذا هو الصحيح، بخلاف ما سيأتي بعد قليل في حديث منقول نقله عن الأوزاعي أو نقل على الأوزاعي خلاف ذلك وهو خطأ. لكن هذا الصحيح في اللغة، لغة وشرعا، أن سرار الشهر آخره، الذي يستسر فيه الهلال، يعني يختفي ما يظهر، يختفي ما يظهر، ما هو ليس أول الشهر ولا وسطه، إنما آخر الشهر. فهذا قصده بالحديثين المتعارضين، فيجمع بينهما بماذا؟ قال رحمه الله: ووجه الجمع بينهما أن يكون الأول إنما هو شيء كان الرجل قد أوجبه على نفسه بنذره فأمره بالوفاء به، أو كان ذلك عادة قد اعتادها في صيام أواخر الشهور فتركه لاستقبال الشهر، فاستحب له صلى الله عليه وسلم أن يقضيه. وأما المنهي عنه في حديث ابن عباس فهو أن يبتدئ المرء متبرعا به من غير إيجاب، يعني حديث لا يتقدم أن أحدكم، هذا الذي النهي الابتداء، واحد يبتدئ. أما حديث عمران بن حسين هذا يكون الذي مقصود به الذي له عادة، ها،
فما ما فعلها ما ما يعني فيها تخلف عن عادته أو ترك عادته فلم يصم آخر الشهر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر من رمضان فصم يومين، كأنه قضاء. استحب له إيش؟ استحب له أن يقضي، استحب له صلى الله عليه وسلم أن يقضي هذه العادة التي اعتادها. هذا مقصود حديث عمران بن حسين، فإن أفطرت فصم يومين، يعني إذا انتهى رمضان، إن سلخ شهر رمضان انتهى وأفطرت منه فأصبحت مفطرا أو دخلت في حكم المفطرين، أصبحت من المفطرين، فإنك تصوم يومين قضاء لتلك العادة التي اعتدتها. هذا حديث عمران. أما هنا النهي لا يتقدمن، هو نهي للابتداء. واحد ما له عادة فنهي عن يبتدئها، فيصبح إذن الحديث ليس بينهما متعارض. النهي المقصود بها المبتدئ الذي ابتدئ بدون عادة، هذا نهي. أما الذي أمر بأن يصوم سرار الشهر وآخره يعني 29 أو 30، فهذا المقصود به الذي له عادة ولم يعملها، تركها لأي سبب، لسبب من أسباب لم يأتي بعادته، فهذا علاجها أو حلها كما قال صلى الله عليه وسلم إذا أفطرت من رمضان صيام يومين، يعني اللي هي آخر الشهر التي تركتها والتي اعتدت أن تقوم بها لكنك تركت هذه المرة، فصم ائتي بها قضاء بعد رمضان، استحبابا لا وجوبا، استحبابا لا وجوبا، استحب له صلى الله عليه وسلم ذلك. هذا الجمع بين الحديثين. قال رحمه الله: وسرر الشهر آخره. وفيه لغتان، يقال سرر الشهر وسراره. قال أبو داود: حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي من كتابه قال حدثنا الوريد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء عن أبي الأزهر المغيرة بن فروة قال: قام معاوية في الناس بدير مسحل الذي على باب حمص، فقال: يا أيها الناس، إنا قد رأينا الهلال يوم كذا وكذا، وأنا متقدم بالصيام، فمن أحب أن يفعله فليفعله. قال: فقام إليه مالك ابن هبيرة فقال: يا معاوية، أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيء من رأيك؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صوم الشهر وسره. قال أبو داود: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال قال الوريد. قبلها في كلام المنذر رحمه الله في مختصره قال: قال الأوزاعي بعد الحديث عقب هذا الحديث، قال الأوزاعي: سره أوله. وقال سعيد بن عبد العزيز أيضا: سره أوله، سره أوله. هذا مذكور من كلام المنذر في مختصره عقب روايته لحديث أبي داود، لأن نعم. قال أبو داود: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال قال الوريد: سمعت أبا عمرو يعني الأوزاعي يقول: سره أوله. قلت: أنا أنكر هذا التفسير وأراه غلطا في النقل ولا أعرف له وجها. هذا اللي يقول قلت، حتى لا يشتبه علينا الكلام وما ندري من القائل، قلت الشارح وهو الإمام القطابي، قلت يرد على هذا التفسير أو المنقول عن الأوزاعي بأنه خطأ، هذا النقل خطأ في النقل وخطأ في إيش؟ خطأ في التفسير، يعني خطأ في النقل يعني رواية، وهذا صحيح لأن الحديث ضعيف. هذا الحديث الذي سمعته حديث ضعيف، ومنشأ ضعفه نتحدث عنه إن شاء الله فيما بعد، لكن المهم أنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة. ولذلك قال الشارح الإمام الخطابي، قال الإمام الخطابي هنا: قلت أنا أنكر هذا التفسير، ما هو صحيح هذا التفسير الذي قالوا بأن الأوزاعي فسر إيش سر الشهر أو سراره بأن أول، هذا خطأ، هذا تفسير خطأ من ناحية اللغة وخطأ من ناحية النقل. النقل إيش يعني؟ الرواية، النقل الرواية، نعم صحيح كلامه، لأن هذا حديث ضعيف، فهو خطأ في التفسير وخطأ في النقل، خطأ يعني في المعنى وخطأ في المبنى اللي هو الإسناد، يعني حديث ضعيف. نعم. قلت أنا أنكر هذا التفسير وأراه غلطا في النقل ولا أعرف له وجها في اللغة، والصحيح أن سره آخره، هكذا حدثناه أصحابنا عن إسحاق بن إبراهيم. هذا الدليل على أن يعني هذا الذي أعرفه في اللغة بإمامته وعلمه، كما قلنا هذا مرارا في اللغة، كما كإمامته وعلمه بالحديث وبالسنة، وله كتاب شهير في هذا قلنا مرارا، وهو كتابه غريب الحديث، لا أعلم له في شهور، ما أدري من أين أتى به، هذا خطأ ليس بصحيح. تفسير السر أو السرار بأنه إيش أول الشهر، هذا خطأ،
لا أدري من أين أتى به، من أين أتى به، وهو خطأ في النقل عن الأوزاعي. يعني ليس الخطأ من الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام، إن الخطأ في الرواية في النقل عنه، بل الصواب الذي نقل عن الأوزاعي، الصواب المنقول عن الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام، الإمام الأوزاعي وهو إمام أهل الشام، إمام أهل الشام أبو عمرو، عمرو بن عبد الرحمن، أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو، ها عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام، المنقول عنه ذكره الإمام الخطابي بالإسناد، فقال ها قال هكذا حدثناه أصحابنا عن إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل قال حدثنا محمود بن خالد الدمشقي عن الوليد عن الأوزاعي قال سره آخره وهذا هو الصواب. هذا هو الصواب، الصواب الذي الصواب من ناحية الرواية والصواب من ناحية المعنى، الصواب من ناحية الرواية هي هذا التي هو الصواب من ناحية الرواية هو ما ذكره الإمام هنا الإمام الخطابي بإسناده عن الأوزاعي، هذا هو الصواب، أن إيش أن سر الشهري هو آخره وليس أوله، هذا من ناحية النقل عن الأوزاعي، وهذا هو الصواب في اللغة أيضا، هذا هو الصواب في اللغة بحيث لغة العرب أن سر الشهر آخره. لماذا سمي آخر الشهر سرار أو 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 سرر؟ لأن الهلال يستسر فيه يعني يختفي يظهر، أما أول الشهر إيش دخل في الموضوع؟ لا يستسر، ولا أول الشهر لا علاقة له بهذا، وهذا خطأ، فخطأ في النقل، فالحديث ضعيف الذي سمعناه الآن، الرواية ضعيفة، وخطأ في التفسير أيضا، ليس سرار الشهر أوله أبدا، إنما سراره آخره. نعم. وأما قوله قال رحمه الله وفيه لغات، يعني هذه في ضبط كلمة السرار فيه لغات. نعم. يقال سر الشهر وسرر الشهر وسراره، وسمي آخر الشهر سرا لاستسرار القمر فيه. وأما قوله صوم الشهر فإن العرب تسمي الهلال الشهر، تقول رأيت الشهر أي الهلال، وأنشد ابن الأعرابي ابدأنا من نجد على مهل والشهر مثل قلامة الظفر. يعني الشهر قصد أو قهل الهلال، لما هنا في بيت الشهر في بيت الشعر والشهر يعني الهلال، لأن قلامة الظهر معروفة، قلامة الظفر لما تقص الظفر تطلع القلامة كيف مشكلة زي الهلال، قلامة القلامة لما تقصها مو تطلع، لما تقصها بالقص كده تطلع شكلها مثل الهلال تماما، فلذلك المقصود أن الشهر يعني الهلال. نعم. قال رحمه الله أي الهلال، ولذا كان أول الشهر مأمورا بصيامه في قوله صوم الشهر، فقد علم أن الأمر بصيام سره غير أوله. يعني هنا في لفظ سر وفي آخر مختلف، صوم الشهر يعني الهلال، فقد علم أن الأمر بصيام غيره غير أوله، ما واضح من نفس المعنى أن السرار يعني الآخر يعني الهلال وليس المقصود. نعم. فننتقل الآن حتى لأنه تكمل هذا باب كرايت، أترك هذا، نترك هذا الباب للقاء القادم إن شاء الله، لكن الذي نقرأه الآن باب كراهية صوم، الذي بعده باب كراهية صوم يوم الشك. قال رحمه الله ومن باب كراهة صوم يوم الشك، قال أبو داود حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال أخبرنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن صلة قال كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه فأتي بشاة فتنحى بعض القوم، فقال عمار من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث صدر به الإمام داود، صدر به هذا الباب، وهو باب كراهية صوم يوم الشك، باب كراهية صوم يوم الشك. سبق في اللقاء الماضي الكلام على أن الإمام أحمد أولا ما هو يوم الشك، ما هو يوم الشك الذي ورد النهي عنه؟ هذا النهي هنا ورد من كلام من قول عمار بن القاسم، من قول عمار بن ياسر رضي الله عنه، من قوله وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيوم الشك ما هو يوم الشك؟ فسره الإمام أحمد حتى نبين لماذا نقل الكلام الذي سمعتموه في اللقاء السابق بالنسبة لصيام يوم الشك عند الإمام أحمد، أو فلا بد من بيان المقصود بصوم يوم الشك عنده. صوم هو أولا متفق مع جمهور أهل العلم على أنه يحرم صيام الشك، هذه واحدة،
الإمام أحمد يتفق مع الأئمة المذاهب الآخرين ومع جمهور علماء الأمة على أنه يحرم صوم يوم الشك. هذه أول واحدة. الثانية أنه أجاز صوم يوم الغيم، أو نقلت عنه ثلاث روايات في صوم يوم الشك، أحدها أحد هذه الروايات وهو أنه إيش يجوز صومه، يجوز صومه ولا يجب، وهذا بل القول الأول أنه يحرم أيضا صومه، وهو المشهور من مذهب الإمام مالك والمذهب إمام الشافعي، هذا منقول عن الإمام أحمد، هذا القول الأول. القول الثاني أنه يجب بعكسه على طول، يجب صومه، قالوا وهذا هو المشهور عن الإمام أحمد المشهور، والذي اختاره من أصحابه أبو يعلى القاضي أبو يعلى والخرقي صاحب المختصر الذي شرحه الإمام ابن قدامة في كتاب الجليل المغني، هذا اختار وقالوا هذا المشهور عن الإمام أحمد أن يوجبه. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الذي له خبرة، الذي له خبرة بألفاظ الإمام أحمد ونصوصه لا يقول بهذا، يعلم أن الإمام أحمد لا يقول بوجوب صوم يوم الغيم، لا يقول بوجوب صوم يوم الغيم، وإنما يستحبه اتباعا لابن عمر. ابن عمر رضي الله عنه راوي الحديث، راوي الحديث الذي روى حديث إيش صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي فإن غم عليكم فأكملوا العدة أو فاقدروا له، حسب الروايات المتعددة للحديث. وأولى ما فسر به الحديث هو عمل راوي الحديث من الصحابي هذا. فالإمام أحمد إنما يستحب صوم يوم الشك ولا يوجب يوم الغيم، يوم الغيم يوم، لأن عنده يوم الشك غير يوم الغيم، يوم الشك له حكم ويوم الغيم له حكم آخر عنده رحمه الله يفرق بينما. يوم الشك عنده ما هو؟ قال اليوم عند الإمام أحمد يوم الشك هو اليوم الذي يتقاعد الناس فيه عن طلب الهلال، ما تحروا الهلال، لم يتقاعدوا عن طلب الهلال، هذه واحدة. الثانية أنه أو شهد شاهد من رؤيته لكن رده الحاكم، واحد شهد عند القاضي بأني رأيت هلال رمضان لكن القاضي لم يقبل شهادته، ردها، هذا يسمى يوم شك، هذا يوم شك. أما يوم الغيم لا، يوم الغيم أصلا لا رأينا هلال ولا أحد ترحب، ما تحرى، ما تحرى أحد، لأنه غيب غيم أو قطر، ما في مجال أصلا لتحري، هذا يوم الغيم فله حكم آخر عنده. وهذا كله مبني على أنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه مبني على أن الهلال، ما هو الهلال؟ هل هو الهلال الذي هو في السماء يعني الجرم هذا الكوكب المعروف حتى وإن لم يظهر وإن لم يستثبت، أو أن الهلال هو الاستهلال وهو الذي يتحدث الناس به ويتكلمون به ولو لم يرى، ما هو الهلال في الحقيقة؟ هذا الحكم عنده رحمه الله مبني على هذا موضع الهلال. ما المقصود بالهلال أولا؟ فعلى كل حال هذا قول ثاني أنه يعني يستحبه ولا وجبه. والثالث القول الثالث على أنه إيش؟ أنه يجوز مع إذا يجوز عند إذا صام الإمام، إذا كان الإمام إذا جاء من فعل صال الإمام أبو ذا أو كان من الإمام الأعظم يعني الخليفة إذا صام بذلك فإنه يجوز صومه موافقة للإمام، وكذلك أيضا اتباعا للصحابة. الصحابة ممن قال بصوم يوم الغيم ابن عمر راوي الحديث وأبوه الفاروق عمر رضي الله عنه، وكذلك علي رضي الله عنه ومعاوية وأبو هريرة وعائشة رضي الله عنها وأختها أسماء، شوف مجموعة من الصحابة كلهم قالوا بصوم يوم الغيم، ولذلك الإمام أحمد وافقهم على ذلك أو استحب صيام يوم الغيم لهذا الأمر اتباعا لابن عمر وللصحابة، مجموعة من الصحابة سمعتم وهم عمر وعلي ومعاوية وأبو هريرة وعائشة رضي الله عنها وأسماء رضي الله عنها. وفي هذا القدر كفاية هذا اليوم. فأسأل الرحمن الرحيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن لا يجعل ما علمنا حجة علينا وأن يجعله حجة لنا لا علينا وأن يجعلنا جميعا من المذكورين بلسان الصدق في الآخرين ومن ورثة جنة النعيم وأن يغفر لنا ولآبائنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين وأن يرزقهم العمل الصالح والفقه في الدين إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد
وآله وصحبه أجمعين.